نقف اليوم وقفة تضامنية كانت بالأمس مبرمجة من أجل الزميل دياب عامر، واليوم نؤكد استمرارية هذه الوقفة التضامنية مع الزملاء في مجلس نقابة المهندسين 26. إثر القضية المرفوعة والمتعلقة بقبول المهندسين في فرع القدس والمهندسين الذين لا يحملون أرقاما وطنية. باسم نقابة المهندسين نجدد وقوفنا والتزامنا بتحمل كافة المسؤوليات عن القرار وتداعياته، ونعلن أننا سنستمر في قبول الزملاء وفق أحكام القانون، لأن قانون نقابة المهندسين الأردنيين في المادة الثالثة له تقول أن لنقابة المهندسين مركزان عمان والقدس، ويحق له فتح فروع في باقي مدن المملكة. وهنا عندما يقول المشرع عن القدس مركزا فهو يعي معنى القدس وقدسية القدس وارتباطنا الروحي بالقدس، وسنبقى مستمرين على هذا المنوال في علاقة التوأمة مع أشقائنا في الأرض المحتلة، وسنقف دائما في دعم صمودهم وفي دعم وقفتهم في وجه الاحتلال الغاصب، ونربط أمام الجميع بموقف الدولة الأردنية حول الرعاية الهاشمية في المقدسات، وبين وقوفنا وتمسكنا مع مركز القدس والحفاظ على هذه العلاقة وفق أحكام القانون والنظام والتعليمات التي نتبعها كالعادة كما اتبعتها المجالس السابقة منذ عام 1988 لغاية الآن. لن نتخلى عن فلسطين، وسيبقى الأردن للأردنيين وفلسطين للشعب الفلسطيني. زملائي، لا أريد أن أطيل عليكم، نقابة المهندسين ستبقى قلعة وطنية وستبقى بيتا لكل الأحرار. عاشت فلسطين عبرة عربية، والبيت كل المجد للشهداء الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زي ما حكيت نقابة المهندسين إلى جناحين، وإلى مركز المركز بعمان ومركز بالقدس، وتأسس نقابة المهندسين عام 1958، وكانت تقبل المهندس الفلسطيني والمهندس على نفس المستوى. بعد قرار فك الارتباط في 88 استمرت النقابات المهنية، وليست المهندسين فقط بل كل النقابات المهنية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وإلى آخره، استمرت بقبول المهنيين من الضفة الغربية. إحنا لا نشترط حصول العضو على رقم وطني، كوننا نعتبر أن فلسطين والأردن هما شعب واحد وهما توأم، والقدس تعتبر في عيون كل وفي قلوب كل الأردنيين. لن نتخلى عنها، ونطالب ونؤكد على الوصاية الهاشمية على القدس، ونحن نستغرب هذا القرار أو هذا الموقف الذي يطالب بفصل مهندسين الضفة الغربية أو المهندسين الفلسطينيين عن نقابة المهندسين الأردنيين. إحنا نتحدث عن حوالي 20,000 مهندس، لا نستطيع بشكل ارتجالي وبشكل سريع أن نقول لهم لا حقوق لكم، وهم مشتركين بكل الصناديق وفي من يتقاضى رواتب تقاعدية، ستكون آثار مدمرة خاصة من الجوانب المالية. لا تستطيع أن يعني إذا هم انفصلوا بدهم يأخذ حقوقهم المالية، وبالتالي لا تستطيع أن نقابل، ولا نرى داعي للاستعجال. لا لنا يعني. نحن إذا رأينا أو إذا رأت الهيئات العامة في الأردن نقابة المهندسين في الأردن وفي فلسطين أن تنفصل، فهذا يتم عبر الأسس الشرعية عبر الهيئات العامة، ويتم مناقشتها بهدوء، ويتم يعني وضع برنامج أو خط الطريق لفصل النقابات عن بعضها. يعني قانون النقابة، قانون المادة الثالثة من نقابة المهندسين يؤكد
على قبول عضوية المهندسين من الضفة الغربية أو المهندسين الفلسطينيين، ولا تشترط حصولهم على الرقم الوطني. نحن نطبق القانون، وبالعكس إذا رفضنا قبولهم معنى ذلك أننا نرفض تطبيق القانون، وهذا صادر إرادة ملكية سامية، وهذا مر بكل مراحل التشريعية. بالعكس تم يعني تجديد أو تم يعني إقرار قانون نقابة المهندسين سنة 2001 بعد قرار فك الارتباط، وبقيت المادة كما هي لم تعد. نأمل من قضائنا العادل أن يصوب إذا كان هناك أسر أخرى.